معاناتهم بيها مدمرة. هاي شوفت عينك هاي مدمرة. لا أحد انطاهم تعويض ولا أحد بناها إلهم. فظلت هيجي قاعدين آجار. قسم منهم هسه هذول ثلاث بيوت هاي الشقة ثلاث طوابق قاعدين بالعمارة اللي وراها آجار. آجر شي يسوي؟ ما عنده يعمر شقته شي يسوي؟ مجبور يقعد آجر. زين وهي الوضعية تعبانة وهو قاعد آجر. زين وبعد الخدمات الخدمات بالنسبة للشوارع لحق عليها كلها مكسرة ومايات لحق عليها. هذا البوري الضربة يمكن مرتين صلحوه، هذا مرتين صلحوه ونكسر، هاي المرة الثالثة هذا حق تجيري مية قدامك شوفوا هذا. وهاي الشوارع مكسرة كلها وهاي النفايات والله أخويا هذه راد لها طبليط على الشوارع ودائما الوسخ ماكو، يعني يجي يشيلك شوية ويمشي. زين راد لنا طبليط، يعني بلد، يعني بلد خير هاي شي شوارعنا، ونريد لنا حاوية يعني بحيث يعني من ينظفون يكملون هاي حاوية، يعني العالم كله زد بيها. احنا ما احسن من غيرنا ولا غيرنا احسن من عندنا. حاويات ماكو بالمنطقة، هامليها المنطقة شقق فرد مرة هامليها، يعني تحق الوساخة كلها هاي، هاي لا يجون ينظفوها لا يجون، ماكو تعويضات هسه، ما ينطوا المعاملات ما عاد تمشي، تعويضات كلها واقفة، السيارة تشتعلت، كل العالم تدمرت.